وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد عدد من الأعضاء بالبرلمان العربي محورية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم بين القضايا العربية، وشددوا على التزامهم الكامل بطرح القضية أمام البرلمانات الأوروبية كافة لإيصال حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. البرلمان العربي اليوم معني بمناقشة القضايا أو التحديات التي تواجه الدول العربية، فقد اليوم يمكن المحور الأساسي أو نحن دائما يكون القضية الفلسطينية هي محور أساسي تم نقاشها حقيقة. كثير من الردود حقيقة الإيجابية لهذا الشعب اللي نقدر نقول هي القضية قضية عرب طبعا، وبالتأكيد بتظل قضية عرب، فعرضت الكثير من المواقف الإيجابية تجاه هذه القضية. نحن نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس. ما يحصل اليوم هو سكوت جبان من الدول العالمية ومركز القرار العالمي، وهي في الحقيقة وسمة عار على جبين المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن وقراراته التعسفية ضد شعبنا العربي في فلسطين. المفروض أن هذا البرلمان أن يؤدي دوره كاملا في إيصال صوت الجماهير العربية إلى جميع البرلمانات في العالم وإلى جميع القوى المحبة للخير والسلام في العالم، وأن نطرح قضيتنا المركزية قضية فلسطين بالدرجة الأولى بشكل كبير ضمن هذه البرلمانات، وأن يكون هناك حضور وتوافد من قبل البرلمان العربي إلى البرلمانات العالمية سواء البرلمان الأوروبي أو البرلمان الآسيوي وأيضا برلمانات الدول الأجنبية جميعها من أجل شرح واقع القضية الفلسطينية ومن أجل أيضا واقع العربي بشكل كامل، وأن يكون هناك تضامن عربي كامل مع جميع القضايا العربية.